انصحي الناس قولي لهم يعملوا ايه؟ بصي هي دي حقيقه، هو مش عيب على فكره ان انا اكون مثلا خريجه تجاره وعايزه اشتغل محاسبه، او مش عيب اكون خريجه كليه معينه، انا اكيد دخلت الكليه دي ودرستها وتعبت فيها، وحقي الحقيقه في النهايه ان انا اشتغل بنفس المجال اللي انا تعبت فيه. ولكن ايه المتاح؟ يعني ما اقعدش اضيع سنين عمري عشان خاطر قاعده مستنيه حاجه معرفش كده هتيجي ولا لا. لازم نكون معترفين ان في بلدنا فيها بطاله وفيها ازمه شغل وفيها حاجات كتيره جدا. ابتدي اشوف ايه المتاح. انا بشوف الحقيقه ان الشباب عندهم مشكله كبيره قوي، ان اللي متخرج مثلا من كليه هو بس عايز يشتغل وظيفه، دي ممكن يكون عنده وظيفه مثلا زي المثال اللي انت ضربتيه، مثلا واحده مثلا خريجه كليه وجات لها وظيفه بياعه مثلا في محل. طب ايه المشكله؟ ما هو انا برضو في حاجه عايزه اقولها. انا ليه قلت لك موضوع بياعه في محل او سيلز؟ لان دلوقتي بقى في محلات كتير جدا وبراندز، يعني حاجات يعني معروفه فتحت هنا في مصر، وما بيبقوش عايزين الناس اللي تشتغل فيها مجرد ان هم مخلصين شهاده قليله، لا بيبقوا عايزين ناس بتتكلم انجلش كويس وبتعرف تتعامل مع العملاء وبتعرف تبيع، يعني يمكن مهارات فكرة معينه. البياعه كمان حتى دلوقتي اختلفت عن زمان، يعني البياعه دلوقتي مش مجرد واحده مثلا معها شهاده خالص، لا بالعكس. انا بشوف الناس مؤهلين وكويسين جدا، وهي في جميع الاحوال انت لو فكرتي فيها ان هي حاجه هتدخلك مجال جديد وهتتعلمي منها حاجات جديده وهتقابلي فيها مجتمع جديد، فهي في أسوأ أحوالها هي برضو هتفيدك على فكرة، مش هتفيدك. كمان في جزئية بقى، إن أنا كل ما المؤهل بتاعي قدم، يعني كل ما أنا بقيت دفعة قديمة، كل ما بقيت في سوق العمل أنا مش مطلوبة. لأن خلي بالك إحنا عندنا خريجين كتير جدا كل سنة بيتخرجوا، كل ما انا مؤهلي بقى متاخر، كل ما بقت يعني محتاجه سالري كمان، او محتاجه بالظبط محتاجه مرتب اعلى يتناسب مع سني، يتناسب مع ظروفي الجديده، خصوصا لو كنت شاب ومقبل على زواج، ففرصتي هتقل. يعني حتى اصحاب الشركات ليه هياخدوني انا مؤهل قديم ومش متحدث ومش عارفه ايه اللي موجود يوميا في سوق العمل، وهيسيبوا خريجين لسه جداد. هقطع حضرتك بس عشان معانا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ممكن اشارك في البرنامج؟ طارق معلش ممكن تعلي صوتك شويه؟ ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضل حضرتك معانا في البرنامج، عندك سؤال للدكتور؟ والله الدكتوره كلامها جميل وبس طبعا احنا بنشوف المعامله بالنسبه، يعني حتى بعد الثوره بنشوف حضرتك المعامله برضو ما زالت فيها يعني كبرياء، و يعني في اي مكان المعامله من الموظفين، يعني من الموظفين. كلام الدكتورة ما شاء الله يعني كلام جميل وكل حاجة، بس طبعا احنا الواقع بتاعنا ان مفيش تغيير، احنا اللي اسوأ. والله يا طارق يعني ان شاء الله كده الظروف تتحسن والوضع يبقى احسن. انا عايز اعرف انت بتشتغل ايه اصلا، يعني انت ما عندكش سؤال يهمك في شغلك انت، ان انت تقدر تنمي مهاراتك انت الشخصية؟ في شركة سياحية بس انا مش هقدر اقولها عشان ما اكونش اعلان يعني. اوكي. واخد بال حضرتك ماسك مدير الرقابة الفنية في الشركة، واخد بال حضرتك؟ وطبعا مجالنا اساسا مجال سياحي، يعني تنميتنا في شغلنا احنا بننمي نفسنا، حتى اثناء الثوره احنا بالذات الشركه الوحيده اللي ما وقفتش. طب وده شيء ايجابي جدا يا طارق، يعني الشركه بتاعتك يعني كويسه جدا ان هي ما قفلتش الشركه ساعه الثوره. بس ضيفتنا النهارده دكتور نرمين هتجاوبك طبعا ان شاء الله على السؤال ده. ومعانا بس تليفون تاني من حسن من القاهره، بس للاسف حسن ممكن تتصل بينا تاني حسن عشان دكتور تجاوبك على اي سؤال انت هتقوله له. عايزين نجاوب على طارق دلوقتي، هو بيعاني مثلا من الاضطهاد مثلا، او بيعاني من المعامله السيئه من سواء بقى من الكلاينت بتوعه او من الموظفين اللي معاه في الشركه بتاعته، نقول له يتعامل معاهم ازاي؟ هو سؤال طارق احنا اصلا جاوبنا عليه من شويه، ان احنا قلنا ان احنا نفسنا لازم نبتدي نغير نفسنا. يعني هو كمان مهم لو انا شايفه ان في معامله سيئه انا رايها من اللي قدامي، طب ابتدي انا الاول اصلح الاول انا نفسي. يعني حسن اشتغل رجع على فكره بيقولوا لي حسن رجع على التليفون. الو يا حسن. ايوه انا معاكي. ازيك يا حسن؟ ازيك يا عمر عامل ايه؟ عامل ايه؟ عايز اقول لكم انتم منورين الشاشه وفاطمه بجد زي القمر. ربنا يخليك. وحشتينا. ربنا يخليك، انتوا وحشتوني كمان جدا. ميرسي ربنا يخليك. انا عايز اقول للدكتوره نيرمين سؤال مهم جدا. انا خريج اعلام اذاعه وتلفزيون من 5 سنين، ما تتخضوش تمام. انا قدمت تقريبا في كل القنوات اللي موجوده في مصر وفي العالم العربي. شكلي كويس جدا الحمد لله. انا مبسوطه ان انت متفائل. انا مبسوطه والله العظيم بالتفاؤل اللي في صوتك. ميرسي ربنا يخليك. عايز اقول لك انا الحمد لله بلبس كويس جدا، بتكلم كويس جدا، شكلي كويس جدا. ما رحتش انترفيو وسبت كاميرا في قناه الا لما الناس اشادت الحمد لله بيا تمام. بس انا مش عارف المشكله فين، في مجال الاعلام نفسه، انه اغلب الناس اللي بتبقى داخله بواسطه او عارفه ناس داخل المكان نفسهم، فانا مش عارف يعني المشكله عندي ولا عند الناس. انا اوريدي على فكره يعني ما